المغرضة وغير المغرضة والدولية وكل اللي تشتغل على الساحة السياسية بالعراق. يتهمون الشيخ عبد الغني الأسدي فريق القائد هذا العظيم اللي حرر مثل العراق والتاريخ العسكري المشرف والذي لا ينتمي لأي حزب أو جهة سياسية وإنما ينتمي للشعب العراقي وأبناء الشعب العراقي والمرجعية. يتهموك أنه خلال هاي الفترة ثلاثة أيام مضت أنه كتلة البناء هي اللي رشحتك وهي اللي داعمة لك وبعض الأحزاب والجهات السياسية. ردك على الكتل وما صرح وسائل الإعلام. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للحضور وشكرا لهذه الأنفاس الطيبة واللي كلها تنادي ببناء دولة آمنة بإعادة العراق إلى ما كان عليه وفق المحافل الدولية والإقليمية. أنا حقيقة من البداية قلت أنا ابن الشعب وما راح أخرج عن مطالب الشعب ومتطلبات الشعب، ولذلك أقول وبصريح العبارة أنه يجب أن يكون ترشيحي من قبل المواطنين أو من قبل الشعب العراقي بكل انتماءاته وبكل أطيافه وبكل مذاهبه وبكل لغاته، وهذا الحقيقة راح ينطيني قوة في إذا الله سبحانه وتعالى قدر واستلمت منصب رئيس الوزراء، وأنا حاضر وجاهز وفي خدمة الشعب. اللهم صل على محمد وآل محمد.